ده كان 2005. نروح بقى نشوف 2007. 2007 اللي فازوا على طلائع الجيش ايضا في ملاعب الناشئين بمدينه نصر برباعيه، احرز اهداف الاهلي يعني احرز اهداف الاهلي واقولهم لحضراتكم محمد عبد الفتاح تاحة واحمد الشيخ هدفين وكريم عمرو هدف. نروح نشوف مع بعض اهداف اللقاء. دي كانت اهداف فوز الاهلي على طلائع الجيش مواليد 2007. هناخد او خدنا احسن هدفين في الاسبوع ده، الهدفين اللي احنا شفناهم، الهدف احمد الشيخ الهدف الثالث للنادي الاهلي في المباراه، وهنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. كانت الكره ركنيه اترفعت من كريم عمرو، انهاء الهجمه هنا من رقم 10 احمد الشيخ، هدف حلو قوي، التحضير للتسديده. النهارده محضر نفسه، واخد القرار، واخد القرار. لا ده الهدف تاني، ارجعوا لي الهدف اللي بعد كده، ده الهدف عرضية من كريم عمرو ركنية، هنا التسديد انهاء الهجمة، القرار والتسديدة صعبة جدا على حارس المرمى، قدامه زحمة، قوة الكرة كمان، فصعبة على حارس مرمى طلائع الجيش. هدف من الأهداف الحلوة للاعب أحمد الشيخ. الهدف اللي بعد كده، لا ده الهدف الرابع للنادي، التمريرة دي من اللاعب عصام أحمد، التحرك جيد جدا من كريم عمرو، انهاء الهجمة كمان، وعايز أقف عند انهاء الهجمة. ارجعوا لي بالكره لواحد واحد لو سمحتوا. التمريره هنا في مساحه، التحرك ممتاز جدا في ظهر الباك ليفت. انهاء الهجمه هنا لو حطها برجلين اليمين صعبه، الشمال هي اسرع، اسرع للكره، مفاجاه لحارس المرمى، لو استناها على رجلين اليمين زاويه الحارس مرمى او زاويه التمرير هتتقفل بالنسبه له، علشان كده الشمال كانت هي الاسرع. ده اعتبرناها هدف من الاهداف الحلوه للاعب كريم عمرو. مبروك لفريق 2007 وكل التوفيق إن شاء الله في المباريات القادمة. نروح نشوف بقى اللقاءات ما بعد المباراة. الحمد لله رب العالمين. الاول بحمد ربنا وبشكر فضله على ماتش الزمالك وعلى ماتش النهارده. الحمد لله، يمكن ماتش الزمالك الحمد لله لو كان عندهم الدوافع ان هم يعملوا جيم كويس، خاصه ان ده اول ماتش ديربي بين الاهلي والزمالك في البطوله ديت، واول مره يلعبوا دوري جمهوريه، وكان ماتش مهم جدا خاصه انه جه بعد ماتش تعادل مع البنك عندنا في النادي الاهلي. الاولاد الحمد لله نفسيا كانوا جاهزين، فضل من عند ربنا. توقيتات الاهداف اللي جت في ماتش الزمالك كانت توقيتات في مهمه جدا، وكان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. احنا في اول ثلاث دقائق جبنا جون، وبعد كده في الدقيقه 20 بعد كده خلاص الفرقه، انا حسيت ان احنا هنعمل سكور عالي، وضيعنا فعلا 7-8 فرص، كان ممكن الماتش ده يطلع مثلا 6-7، بس الحمد لله رب العالمين على النتيجه. كنت قلقان النهارده من الماتش بتاع النهارده، لان الاولاد لسه صغيرين برده، وخدوا بروباجندا كبيره قوي، وخدوا شو اعلامي كتير، السوشيال ميديا اتكلموا عليهم كتير، فانا قلت لهم احنا مش هنفرح بماتش الزمالك الا لما نكسب ماتش الجيش عندنا، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ايوه الحمد لله عشان اللعيبه الرجاله، وجينا بماتش الزمالك والحمد لله فزنا وربنا رزقنا باربع اجوان، وعن النهارده الكابتن قال لنا لازم نفرح عشان نعوض ماتش الزمالك كمان، وان شاء الله الدوري اللعيبه الرجاله. الحمد لله اللي احنا كسبنا، الكابتن قال لنا ماتش الزمالك انتوا لازم تكسبوا عشان ده اهم حاجه في الدوره وكده، وبعد كده لازم عشان فرحتكم تكمل لازم تكسبوا ماتش الجيش، وبعد ماتش الجيش فرحتكم هتكمل، وان شاء الله ناخد الدوره بقى، وان شاء الله الماتش الجاي نكسب. احنا بعد ماتش الزمالك الكابتن قال لنا ان احنا المفروض ننسى خالص الماتش ونفكر في اللي جاي. الحمد لله كسبنا النهارده، اتعلمت انا بدايما بلعب بروحي وقلبي ومبقاش بخاف من اي ماتش. ابو يعني كبيره طبعا معانا لعيبه رجاله وجهاز فني محترم طبعا، يعني كابتن اسامه كان دايما يقول لنا انتوا احسن فرقه في مصر ما تخافوش من اي حد مهما كان يعني.
انت احسن فريق في مصر، العبوا بس العبوا كويس بس خلاص. الحمد لله طبعا احنا مع المكسب الحمد لله على النتيجه، وربنا الحمد لله كرمني يعني وبس. الحمد لله المكسب، وكسبنا ماتش الزمالك الحمد لله بنتيجه واداء، وكملنا فرحتنا النهارده فوز على الجيش 4-0 نتيجه برده واداء. وكابتن اسامه كان على طول بيحفزنا وقال لنا لازم نكون كويسين ونكسب البطوله ان شاء الله معاه، علشان نعوض فرحه الزمالك بماتش الجيش ده ان شاء الله النهارده. الحمد لله على المكسب النهارده طبعا. كابتن اسامه قال لنا نكمل المكسب بتاع الزمالك عشان نفرح بمكسب النهارده. كان قال لنا احنا واثقين فيكم النهارده. الحمد لله عملنا نتيجه كبيره ونفس اللي فاتت، ولنا في مكافاه بعد الماتش. بالنسبه للهدفين اللي جبتهم النهارده، هو اول هدف كان اول واحد في الماتش، ورفعت الكوره لمحمد عبد الفتاح قام اديها لي تاني وحطيتها. وتاني هدف كان في الشوط التاني، الكوره اتردت من كورنر وشطها. طبعا الحمد لله على كل حاجه، احنا اجتهدنا وتعبنا عشان كده ربنا بيدينا في ماتش الزمالك. وماتش النهارده كنا بناكد المكسب بتاع ماتش الزمالك. والله ما كنتش متوقع الصراحه اجيب اهداف يعني خالص، بس يعني سبحان الله يعني عصام نزل لعب لي الكره عاليه، جريت من ورا المدافعين لحقتها بشمالي دخل. الحمد لله طبعا بحمد ربنا على كل شيء. النهارده ربنا كرمنا ب 4-0، عملت اسيست الجون الاولاني وجبت جون الثاني. الحمد لله يعني ربنا كرمنا، وكابتن اسامه قال لنا مش هنفرح لما نكسب، مش هنفرح بالفرحه بتاعه الزمالك لما نكسب طلائع الجيش.